سلام الله عليكم مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم إلى هذا الموعد المشهد. تشهد العاصمة السودانية الخرطوم وبعض المدن الأخرى اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. في هذا السياق صرح قائد الجيش السوداني رئيس المجلس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح برهان لوسائل إعلام دولية أن قوات الدعم السريع هي من بدأ الهجوم على مقرات الجيش في بيت ضيافة، أي مقر إقامة رئيس المجلس الانتقالي. وعلى خلفية توتر خفي لمدة شهرين شهدته الغرف المظلمة، طفى إلى العلن خلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع مستعملا الأسلحة والآليات الحربية. فما هي خلفيات هذه الأزمة وما تأثيرها على المشهد السياسي في السودان؟ ما هي فرص نجاح الاتفاق الموقع بين الجيش والمدنيين لنقل السلطة تدريجيا للمدنيين؟ وما هي فرص عودة تغليب العقل والحوار في هذه الأزمة بعد الضغوط الخارجية والإقليمية لاحتوائها؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدين في كل مكان نجيب عليها في هذا الموعد الذي ينضم إلينا فيه ونتشرف بكونه معنا الأستاذ عبد الرحمن عبد الله الباحث في الاقتصاد والجغرافيا السياسية. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن، شكرا على تلبية دعوتنا. شكرا جزيلا وسعيد جدا بأن أكون ضيفا على قناتكم الكريمة. بارك الله فيك أستاذ عبد الرحمن، نشكر وفائك لتلفزيون المغاربية. نستقبل أيضا الأستاذ صديق دلاي رئيس تحرير صحيفة المستقبل من الخرطوم. أستاذ صديق دلاي مرحبا بك، شكرا على تلبية دعوتنا. أهلا وسهلا، مرحب بكم. بارك الله فيك دكتور صديق. سيكون معنا أيضا الأستاذ محمد الأسباط الصحفي والمحلل السياسي من باريس. نبدأ معك أستاذ صديق دلاي بهذا السؤال المتعلق بهذه الأزمة، ما هي خلفيات هذه الأزمة بين الجيش وقوات الدعم السريع؟ أستاذ صديق دلاي، ضعنا مع مشاهدينا في الصورة، ما الذي يجري اليوم في السودان وأنت في الخرطوم؟ جدا في أم درمان، والآن أسمع صوت الذخيرة الحية التي يعني تملأ سماء أم درمان وسماء الخرطوم، وهذا عمل مؤسف. الكل تفاجأ بهذا الموضوع. نحن كنا نتابع الأحداث وكنا نقرأ الأخبار ونتابعها بأن هنالك مساعي حميدة بين حميتي وبين البرهان، ما بين الدعم السريع وبين الجيش، والناس كانوا مستعدون إلى إجراء هدنة وقبول الشروط المتبادلة، ولكن حوالي الثامنة والنصف استمع الناس إلى ضربات قوية في جنوب الحزام، وبعد ذلك تأكدنا من أن الجيش هو الذي هجم على معسكر الدعم السريع بالمدينة الرياضية شرق الخرطوم. على أي حال، الأزمة الحالية لها علاقة بالاتفاق الإطاري ولها علاقة بموقف السيد برهان من الاتفاق الإطاري. هذه حرب اليوم لها علاقة بالاتفاق الإطاري، ولعل السيد شميتي من المبكر جدا قال أنه مع الاتفاق السياسي ومع الاتفاق الإطاري، وحصل هنالك تنافس كبير ما بين الرجلين في الميديا، كان موزع وكان معروف وكان مشهور. هنالك اليوم تحدث السيد شميتي أيضا من مكان مجهول وهو يتابع المعركة، وقال واصفا السيد البرهان بالكذاب وبالمنافق، وقال بأن السيد علي كرتي وأسامة عبد الله بالاسم هم وراء هذه الحرب ويريدون بعودة الفلول أو الكيزان أو الإسلاميين الحكم. على أي حال، هنالك أيضا حديث كثير متجول حول الحرب النفسية والإعلام المتداخل. الحقيقة الدامقة ليست معروفة، هنالك أخبار متداخلة وهنالك أخبار متناقضة وهنالك أخبار متدفقة من كل جهة. وتحدث السيد حميتي للجزيرة مباشر وقال بأن المعركة غير معروف متى تنتهي، وقال بأن أنها ستكون حرب مدن وقاموا بتحييد الطيران. هذا الحديث كله له علاقة بأن
المفاجأة في لماذا كانت كان صباح اليوم هو موعد للحرب وليس للسلام. دعنا نطرح هذه الأسئلة أستاذ صديق دلا، يبقى معنا رجاء، سنطرح كل هذه الأسئلة، سنتحدث عنها ونتحدث عن خلفيات وأسئلة تتعلق بانطلاق في هذا الصراع الدموي، ولكن نعود إلى الأستاذ عبد الرحمن عبد الله. أستاذ عبد الرحمن عبد الله، أخبار من السودان تقول أن تحركات قوات الدعم السريع هي تحركات على علم الجيش ويعلم بها الجيش، وأنه في مواقعه سواء في مروي أو في باقي القواعد البرهان عبد الفتاح أو عبد الفتاح برهان يعلم بها ولا تتحرك إلا وفقا لمشورته. إذن ما الذي دفع إلى الأمور إلى أن تكون وتلحق إلى هذا المستوى من التشابك واستعمال الأسلحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أنا يعني يؤسفني جدا ما حدث في الخرطوم اليوم، ولا شك أن أي قطرة دم لأي سوداني تساوي ملايين ومليارات الدولارات، وكلنا نتمنى أن يقف نزيف الدماء هذا وأن يعني يتحل الناس بالحكمة والحنكة. في تقديري أنه ما حدث اليوم هو أزمة مؤجلة من فترة طويلة جدا. في تقديري هي الأزمة ليست ما بين حميتي والبرهان، ولكن الأزمة هي ما بين قيادة القوات المسلحة السودانية وحميتي. صحيح أنا في تقديري أنه كان هناك شكل من أشكال التماهي بين الرجلين، وليس سرا أن حميتي هو الذي دعم وصول البرهان إلى هذا المنصب الذي يجلس عليه اليوم. ولكن القوات المسلحة السودانية وهي قوات عريقة، وهي قوات يعني صاحبة تاريخ عريق في التشكيلات والترتيبات الأمنية، هذه القوات ظلت منذ فترة طويلة، حقيقة الأمر منذ فترة عمر البشير، ظلت تشتكي وتحتج على تمدد قوات الدعم السريع، سيما إذا عرفنا أنه الأمر لا يتوقف فقط على تسليح الدعم السريع، ولكن الأمر يمتد إلى المخصصات المالية التي تتمتع بها قوات الدعم السريع على حساب الجيش السوداني الرسمي. ففي تقديري أنه القوات المسلحة السودانية ظلت تضغط على البرهان وهو القائد العام، والبرهان ظل يسمع الكثير من الشكاوي من الضباط، من كبار الضباط ومن أواسط الضباط وحتى من الجنود، ولكنه ظل يحاول أن يلعب بالبيضة والحجر كما يقال. وفي نهاية المطاف هو وجد نفسه بين أمرين أحلاهما مر، إما التماهي مع صديقه حميتي، وهذا الشيء بالتأكيد سوف يفقد منصبه وربما قاد إلى انقلاب داخل الجيش والإطاحة به، أو الخيار الثاني الانضمام أو الانصياع لصوت الجيش، وهو ما حدث مؤخرا. عموما نحن ما زلنا الآن في يعني نعيش أجواء الحرب، وكثير من المعلومات الموجودة في السوشيال ميديا في تقديري ليست دقيقة. استمعنا إلى خطاب الفريق حميتي في الجزيرة، يبدو عليه أنه كان متوترا بعض الشيء، وذكر كثير من النقاط الغير موضوعية. ثم أنه في هذه المسألة بالذات أستاذ، ستواصل في هذه المسألة بالذات التي أشار إليها محمد حمدان حميتي في تدخله في تلفزيونات دولية أشرت إليها، أشار إلى أنه قريبا جدا ستنتهي هذه الحرب. هذا التصريح أوردته كثير من وسائل الإعلام وكأنه مد يد الاتفاق إلى عبد الفتاح البرهان، ألا يقرأ بهذا الشكل؟ أنا لا أقرأ الأمر بهذا الشكل. طبعا هو في نهاية الأمر الفريق حميتي هو في معركة، وهو كقائد يعني يريد أن يبث خطابة الاطمئنان إلى جنوده، فمن يعني شيء طبيعي أن يقول كثير من الأشياء لا أدري مدى صحتها. ولكن دعني أنتقل إلى نقطة أخرى. حميتي هو عنصر غير مرغوب في المجتمع الدولي. حميتي ينظر له كميليشيا قبلية، هذه واحدة، ولكن الأسوأ من ذلك ينظر له كميليشيا قبلية موالية لروسيا. كلنا نعرف إنه حميتي هو أول زعيم بارك التدخل الروسي في أوكرانيا، ولسوء الحظ يعني عشية التدخل الروسي في أوكرانيا كان هو في زيارة دولة إلى روسيا، وللأسف الشديد لغياب التنسيق بينه وبين الجيش السوداني مباشرة دلف وبارك ذلك التدخل الروسي إلى أوكرانيا، واعتبر أنه التدخل الروسي في أوكرانيا هو نوع من الدفاع عن النفس.
ففي تقديري حميتي غير مقبول تماما في المجتمع. يعني هو يدفع في رأيك هو يدفع ثمن هذا الموقف الآن؟ بالتأكيد بالتأكيد. طيب. هذه واحدة. النقطة الثانية الجارة مصر. مصر أنا في تقديري هي دولة مهيمنة، يعني كما يقال باللغة الإنجليزية regional hegemony في المنطقة، هي دولة مهمة جدا في المنطقة لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال شئنا أم أبينا. حميتي بالنسبة لمصر هو خط أحمر، وليس أدل على ذلك من التقرير الذي أصدرته بلومبرغ قبل أشهر قبل أسابيع. في ذلك التقرير بلومبرغ تحدثت عن خلاف مصري إماراتي بسبب في السودان. خلفية هذا الخلاف أنه مصر ترفض تماما وجود ميليشيا في السودان وتدعم الجيش السوداني، بينما الإمارات تعتقد أن حليفها في السودان هو الدعم السريع، وليست طيب. لديها مانع أنها تضحي بمصالح الجيش السوداني لصالح الدعم السريع. أستاذ عبد الرحمن ابقى معنا رجاء. عد زميلنا نبيل عبد اللاوي مراسلنا طبعا تقرير في هذا الموضوع، نتابع التقرير ونعود إلى مناقشة أهم نقاط هذا المشهد. اندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم السبت مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي أعلنت في بيان أنها فوجئت بهجوم كاسح على مقرها في العاصمة الخرطوم. واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بمهاجمة مقرها في الخرطوم مستخدما أسلحة ثقيلة وخفيفة، ووصفت تصرفاته بأنها اعتداء غاشم. في المقابل اتهم الجيش السوداني لاحقا قوات الدعم السريع بمهاجمة الكثير من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى. وقال الناطق باسم الجيش السوداني إن مقاتلين من قوات الدعم السريع هاجموا عدة معسكرات للجيش في الخرطوم ومناطق متفرقة في السودان، مضيفا بأن الاشتباكات مستمرة والجيش يؤدي واجبه في حماية البلاد. برهان حميتي دول بيصارعوا في كراسي، يعني احنا بنصارع في أكل وشراب، دول بيصارعوا في سلطة، ديل بيصارعوا في نهب للدولة، ديل بيصارعوا في نهب الدولة ونهب الشعب. نحن بنصارع في الأكل والشراب والتعليم والعلاج. وبدأت قوات الدعم السريع التي أطاحت مع الجيش بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019 إعادة نشر وحداتها وسط محادثات بدأت الشهر الماضي لدمجها في الجيش بموجب خطة انتقالية تفضي إلى انتخابات جديدة. لكن العلاقة تدهورت بين الطرفين إثر خلاف بين من سيتقلد منصب القائد العام للجيش خلال فترة الاندماج التي ستمتد أعواما عدة. هل عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم أم نائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم أحمد التي، مما دفع إلى تأجيل توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع أحزاب سياسية في شأن فترة انتقال لعامين يقودها مدنيون تفضي لإجراء انتخابات حرة. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا في كل مكان. أعود إليك أستاذنا صديق دلاي رئيس تحرير صحيفة المستقبل، أنت معنا من الخرطوم. نعود، ربما ذكر ضيفنا مصر، ذكر أيضا زيارة حميتي لروسيا. قبل ذلك، قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع وتأثيرات الخارجية في السودان، دعنا نعود إلى أصل الخلاف أستاذنا، والذي يتعلق بوقت بدأ الخلاف في الظهور والمتعلق بالاتفاق الإطار المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوة الجيش وقوات الدعم السريع والمدنيين. هل تعتقد أستاذ صديق دلاي أن الأمر أمر الخلاف يعود إلى هذه النقطة السياسية بالضبط، أو ويعود إلى أن الجيش يريد فعلا دولة ديمقراطية مدنية في السودان؟ الجيش يريد دولة ديمقراطية في السودان. السيد الكباشي الذي يدير المعركة اليوم من داخل غرفة القيادة العامة
هو من ألد خصوم ثورة ديسمبر المجيدة. نعم. وحسب ما قال سيد حميتي بأن الإسلاميين ومن بينهم عارف كفي وسام عبد الله وذكرهم بالاسم. فضلا عن ذلك والمراد للميديا والهتاف الكبير الذي يعني ظهر من الإسلاميين والحلول ونشطائهم مع الجيش السوداني، وهذا الموضوع له علاقة بالنتائج المترتبة على هذا الموضوع. هم بالأساس لا يرغبون في وجود حميتي بقوة عسكرية قوية، خاصة وأن السيد حميتي اتفق أن تكون أن يكون التحول الديمقراطي هو وجهة البلد، وأن تكون الحكومة المدنية هي نهاية المطاف. ولذلك ظهرت الخلافات مع المكون العسكري، وظهرت الشروط الصعبة والقاسية اتجاه قوات الدعم السريع، وهذا ليس المهم. المهم أن المعركة الحقيقية هي اتجاه الاتفاق الإطاري واتجاه التحول الديمقراطي واتجاه تجليات ثورة ديسمبر المجيدة. ولذلك معركة اليوم هي معركة ضد التحول الديمقراطي وضد الاتفاق الإطاري. من يقودها أستاذ صديق دلاي؟ إذا ما عرف المشاهدون حالا، لأنه هذا الملف الحقيقة معقد، إذا ما أخبرنا مشاهدين الآن أستاذ صديق أنه قوات الدعم السريع كانت تطالب بالتزام القوات المسلحة ككل بالدستور السوداني الذي سيتم إقراره، يعني أن المشاهد وأن من يتابع سيعرف بأن ربما قوات الدعم السريع كانت مع الاتجاه الديمقراطي. نعم هذا واضح منذ أن خرج السيد حميتي وقال أنه متفق مع الدستور الذي كان مقدما من المحامين في ذلك الوقت، وكان هذا هو أساس ورقة الاتفاق الإطاري. وشهدنا كثير من الغضب من الاتفاق الإطاري بعد التوقيع، وشهدنا خطاب مثالي من السيد البرهان ومن بقية الضباط الذين يصرون على عرقلة الاتفاق الإطاري بأن يقولوا دائما أنه لابد أن يكون اتفاقا شاملا، وهم يقصدون إغراق الاتفاق الإطاري بالإسلاميين والعودة مرة أخرى. وشهدنا أيضا التعامل وفقا لانقلاب 25 أكتوبر، كيف عاد الموظفين الكبار والاستقرار واستلموا مليارات الجنيهات السودانية من بنك السودان تعويضا على الفترة التي قاموا منها، وهم بالأساس فاسدون بسبب ما كشفته لجنة إزالة التمكين. هذه معركة كبيرة وقوية وقديمة. الجيش في الأساس له تاريخ مع الإنقاذ البائد، وهو الذي تربى في كنف الإنقاذ البائد. ولذلك منذ شروط الكلية الحربية نفهم أن جميع الضباط في الكبار هم ينتمون إلى الحركة الإسلامية، وهناك أيضا ثقافة واسعة داخل الجيش قبل هذه المعركة ينظرون إلى التحول الديمقراطي وينظرون إلى ثورة ديسمبر المجيدة بأنها يسارية الهواء. ولذلك بسرعة اتفقوا مع قيادات الإسلاميين بالعودة إلى الأحداث إلى ما قبل 2018. ولذلك كان السيد حميتي في كل خطاب يؤكد وهو يدعم الاتفاق الإطاري بأن العودة إلى ما قبل 2018 مستحيلة، ونرى ذلك في من خلال التشجيع الكبير للإسلاميين بالميديا وفي الأخبار المتدفقة، وهم بالطبع يقولون الجيش العهد شعب واحد، ولكن يقصدون إنهاء حالة السيد حميتي وهو يناصر عملية التحول الديمقراطي أستاذ صديق دلاي. عملية الاتفاق الإطاري بغض النظر عن الماضي. طيب أستاذ صديق دلاي، ما نفهمه هو ما يمكن أن يتوصل إليه المشاهد من السماع من الاستماع إلى تحليلك، فالأمر يبتعد بعدا كبيرا عن شخصنته وعن مسألة الشخصانية أو الشخصية بين عبد الفتاح برهان وحميتي. الأمر يبدو أبعد وأعمق من ذلك، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بتصريح البرهان الذي يقول هذا ما يجب أن يعلمه الجميع أنه ليس من الضروري إنشاء ميليشيات داخل الجيوش المنتظمة داخل الجيوش المنظمة. هل يعتبر عبد الفتاح برهان أن حميتي وقوات الدعم السريع هي أصبحت الآن ميليشيات بعدما كانت قد أوصلته إلى ما هو عليه الآن؟
الماضي والفيديوهات تؤكد أن توغيط الموقف من الدعم السريع اتجاه قضية الاندماج في الجيش هي عملية سياسية وهو موقف سياسي، وقد أرادوا محاصرة ومضايرة لا علاقة له بصراع شخصي بين الرجلين. ابدا ليس له عراك شخصي. الصحيح ايضا ان السيد حميتي بذكاء شديد اكتشف بان الحريه والتغيير المركزي والشارع الثوري والوعي المقدم لثوره ديسمبر المجيده لا يمكن مقاومته، ولذلك انتبه بسرعه لهذا التحدي الكبير واراد لنفسه ان يكون مع الاتفاق الايطالي ومع التحول الديمقراطي. وانا اعتقد انه رتب نفسه ان يتحول لحزب سياسي وأن يتحول لزعيم سياسي بعيدا عن قواته في الدعم السريع، ولكن بالمقابل أراد أن يحتفظ بقواته لمدة 5 أعوام أو 10 أعوام بغض النظر عن معقولية هذه المدة، ولكنه أراد أن يكون ظهره محمي وهو يمارس ممارسة سياسية في مستقبله الذي خطط له أن يكون منشي لحزب سياسي يكون هو زعيمه. هذا منطق، ولكن بالمقابل السيد البرهان كان يتعامل مع الاتفاق الإيطاري بمزاجية، وكان كل ما خرج من اتفاق كان يضع عرقلة عراقية جديدة. حتى الرجل العادي في السودان يستطيع أن يحكم على السيد البرهان أنه هو الخصم والعسر الوحيد أمام الاتفاق الإيطاري. طيب ابقى معنا أستاذ، أستاذ صديق دلال يبقى معنا حتى أعود إليك لنتحدث في ملفنا الثاني اللي هو انعكاس هذا الصراع اليوم، والذي نتمنى ويتمنى كل مسلم في العالم أن ينتهي قريبا وسريعا وأن يحقن دماء السودانيين ودماء الكل في السودان في هذا الشهر المبارك، ولعل الله يستجيب لدعائنا. دعني أعود إلى الأستاذ عبد الرحمن عبد الله لسؤال يتعلق ب تأثيرات هذا الصراع على المشهد السياسي الحالي في السودان. القراءة التي جاء بها أستاذ صديق دلاي تقول بأن الصراع عميق. دعنا نعود معك أستاذ عبد الرحمن عبد الله إلى تاريخ الانقلابات في الجيش السوداني. هل يعتبر الجيش السوداني إضافة إلى جيوش الكثير من الدول العربية تهديدا للديمقراطية بين قوسين؟ يعني في كل الأحوال فرح الجميع سنة 2019 لما توصلت الأمور إلى الاتفاق بين العسكري والمدني لتسيير المرحلة الانتقالية في السودان ثم عودة الحكم إلى المدنيين. شكك الكثيرون أيضا في صدق نوايا الجيش، ولكن يبدو أن الذين شككوا كانوا على صدق على الأقل في هذه المرحلة. النقطة التي ذكرتها صحيحة، يعني الجيش السوداني لديه تاريخ طويل مع الانقلابات، ولكن هذه نصف الحقيقة. نعم. النصف الآخر من الحقيقة الذي يعني دائما ما يتجاهله الناس هو أن كل انقلاب قاده الجيش السوداني كان وراءه سياسيون على مدى التاريخ السوداني. فإذا الفرية أن الجيش السوداني هو يعني هو خصم على الديمقراطية، هذه الفرية غير صحيحة. الأدق أن نقول أن السياسيين السودانيين لديهم صورة منتقصة حول الديمقراطية، وظلوا يستخدموا الجيش السوداني على عبر التاريخ للانقضاض على الديمقراطية. هذه النقطة. النقطة الأخرى، أنا يعني أريد أن أختلف قليلا مع صديقي من الخرطوم. أنا في تقديري التوصيف الذي وصفه غير دقيق. ابتداء يعني دعني أقول أنه يعني غافل من ظن أن للثعلبي عهد. حميتي هذا يعني على تاريخه منذ أن ظهر في الساحة السياسية ظل يعني ينقلب على حلفائه الواحد تلو الآخر. بدأ بابن عمه موسى هلال، ثم انقضى على عمر البشير نفسه، ثم نعم. انقضى على الحكام تشاد، ثم انقضى على الحرية والتغيير بعد 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 انقلاب بعد الثورة، ثم انقضى الآن على صديقه البرهان. فمن ظن أنه لحميتي عهد فهو غافل. هذه واحدة. هل نتحدث عن جيشين؟ أستاذ لتواصل عذرا على المقاطعة، عذرا على المقاطعة ولكن ستواصل. السؤال فقط جاء في موقعها، هل نتحدث عن جيشين في السودان؟ واصل الآن أستاذ وأذكر فقط هذا، تذكر فقط هذا السؤال. تفضل. جدا نعم.
قبل حوالي عامين من الآن في رمضان الشعب السوداني والثورة السودانية شهدت صفعة أليمة وشهدت حادث أليم جدا عندما تم فض اعتصام القيادة وتم قتل يعني مئات وربما الآلاف من الشباب السوداني بيد باردة. وبلومبرغ التقرير بتاع بلومبرغ الذي ذكرته لك قبل أسبوعين بلومبرغ ذكرت بالنص أنه عشية فض الاعتصام وطبعا حتى الآن نحن لا نعرف من الذي فض الاعتصام. حميتي يقول الجيش هو الذي فض الاعتصام، الجيش يقول حميتي هو الذي فض الاعتصام، بعض الإخوة يقولون الإسلاميين هم الذين فضوا الاعتصام، ولكن يعني حسب ما ورد في بلومبرغ أنه تم مشاهدة الجنرال دقلو شقيق عبد الرحيم دقلو شقيق حميتي في ساحة الاعتصام عشية فض الاعتصام، وهذا دليل واضح وفاضح أنه الدعم السريع لديه أو متورط بشكل أو بآخر في فض الاعتصام. فإذا الذي يأتي الآن ويسوق حميتي على أساس أنه هو حامي الثورة وحامي الانتقال الديمقراطي كان أجدى بهؤلاء أن يضغطوا المجتمع الدولي والمجتمع الداخلي لمعرفة حقيقة من الذي فض الاعتصام ومن الذي يتحمل دماء الأبرياء من شباب الثورة السودانية. هذه واحدة. عودا إلى نقطتك مسألة جيشين، للأسف الشديد الآن هناك جيشين في السودان، شئنا أم أبينا هناك جيشين في السودان، وهذا الأمر في كل دول العالم هذا الأمر غير مقبول إطلاقا، يعني غير مقبول أنه يكون هناك أكثر من جيش في دولة واحدة. فلذلك الجيش السوداني عندما تحدث عن ضرورة عودة الدعم السريع إلى حاضنة الجيش السوداني أنا في تقديري هذا شيء طبيعي. صحيح نحن أنا شخصيا يعني ليست لدي ثقة كبيرة في الفريق البرهان، ولكن في تقديري في نهاية الأمر شئنا أم أبينا الجيش السوداني هو الذي يمثل الشعب السوداني، وإذا كانت هناك أي محاولة لإصلاحات الجيش السوداني فيجب أن يتم هذا الأمر داخل إطار الجيش السوداني. ولكن العبث بأمن البلاد وتقديم البلاد على صفيح يعني في على طبق من الذهب للفوضى من خلال وجود جيشين في السودان هذا أمر السودان طيب. قوات الدعم السريع في هذا الاتفاق لن يقبله، وكذلك في هذه النقطة بالضبط أستاذ عبد الله، قوات الدعم السريع تطالب في إطار الاتفاق الإطار بمساواة ضباطها بضباط الجيش في الرتب وفي الرواتب أيضا وفي العلاوات وفي كل، يعني هي تطالب بأن يساوى ضباطها بضباط الجيش ولكن ترفض أن تكون داخل الجيش. ما الذي يجب أن يفهمه المشاهد والمتابع في مثل هذا المطلب؟ هما يعني حتى أصحح العبارة التي ذكرتها حضرتك، هم يطالبون بأن يساوى ضباطهم مع ضباط الجيش، ولكنهم لا يطالبون بمساواتهم في المرتبات، والدليل والسبب لأنه مرتبات ضباط الدعم السريع أكثر بكثير جدا 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 من مرتبات ضباط الجيش السوداني. ولكن عودة للنقطة هذه، صحيح هذه واحدة من نقاط الخلاف، للأسف الشديد ميليشيا الدعم السريع الآن هي ميليشيا متتحكم فيها أسرة، وهذه أيضا مشكلة كبيرة، يعني مشكلة كبيرة أن يكون الولاء لأسرة واحدة وليس لمؤسسة. ولكن في تقديري أنه كان يمكن للناس عبر طاولة المفاوضات أن يتم حل هذه المسألة. وأنا شخصيا بالمناسبة أنا لست ضد الدعم السريع، أنا في تقديري الدعم السريع كمؤسسة هي مؤسسة محترمة ومؤسسة يمكن أن تضيف إلى الجيش السوداني ويمكن أن تساهم في استقرار وأمن البلاد، ليس فقط السودان ولكن حتى الأمن الإقليمي في المنطقة. وأنا بعد قليل سوف أحدثك عن التقرير الذي ذكرته رويترز عن الانقلاب في تشاد ودور الدعم السريع في الانقلاب في تشاد، وأيضا دور الدعم السريع مع قوات فاغنر في أفريقيا الوسطى وتهريب الذهب، كل هذه الأشياء سوف آتي إليها. ولكن عودا إلى حديثك، صحيح مسألة الدمج هذه فيها كثير من المشاكل، ولكن الجيش السوداني لديه تجارب مع الدمج، يعني الجيش السوداني استطاع أن يدمج قوات جونغرين وهي قوات ظلت تقاتل الجيش السوداني لأكثر من 40 عام، ولكن وجود إرادة سياسية ووجود منطق في الأشياء استطاع الجيش السوداني وقوات طيب. الحركة الشعبية لتحرير السودان استطاعوا أن يقوموا بهذا الدمج. كذلك بعد ذلك عندما جاءت قوات من أركوي وتحالفت مع الجيش السوداني أيضا تم شكل من أشكال الدمج، صحيح لم يكن الشيء المثالي ولكن تم شكل من أشكال النظام. الآن
الدعم السريع في تقديري يحاول أن يلعب بالبيضة والحجر، الدعم السريع يحاول حميتي تحديدا. حتى أكون دقيق، أنا مشكلتي ليست مع الدعم السريع، مشكلتي مع حميتي. حميتي الآن يحاول أن يعيد صياغة نفسه، يعيد تسويق طيب. نفسه المجتمع الدولي. حميتي الآن يقوم بعملية ريبراندينج، والأسف الشديد الحرية والتغيير هي التي هي رأس الرمح في الريبراندينج لحميتي. هذا ما سنتحدث عنه أستاذ، رجاء نتوقف هنا، لأنه هذا ما سنتحدث عنه مع أستاذنا وصديقنا الأستاذ صديق دلاي الذي سنفتح له الآن ما توقفنا عنده في تصريحه الأول والمتعلق بفرص استكمال اتفاق نقل السلطة الموقع بين القوى المدنية والجيش. الآن هل هذه عصا أخرى في عجلة تقدم هذا الاتفاق أستاذ صديق دلاي؟ هل هذا الخلاف سينعكس سلبا على اتفاق نقل السلطة؟ هل ستتواصل مأساة الديمقراطية بين قوسين إن صح التعبير بعد هذا سوء التفاهم الذي وصل إلى حد لم يكن يرجوه السودانيون؟ دعني أحدد المشكلة الأساسية. أن الخلاف ما بين سيد حميتي وسيد البرهان، والخلاف على الدمج وتفاصيل الدمج والدقة في الضباط ودرجة مرتباتهم أو هكذا من الأمور، كلها مبنية على التربص ومبنية على أزمة سياسية أو ملونة تلوين سياسي. الموقف من ثورة ديسمبر المجيدة هو الذي يحدد كل هذه المواضيع من خلافات ومن شروط ومن تحديات ومن تربص. ولذلك أقول لضيفك الكريم أن قوات الدعم السريع كما تفضل هو يمكن أن تكون إضافة حقيقية للجيش السوداني. نعم. إذا فهم السيد البرهان وغيره في الحكم بأن عملية الدمج إذا خلت من التربص وخلق العثرات على أسس سياسية، وأن تكون هنالك معضلات يتم ترحيلها ترحيلا واضحا إلى الاتفاق الإطاري، لو تم التعامل بوطنية تم التعامل بأمانة مع أزمة وجود جيشين على أساس أن التقهير وثورة ديسمبر المجيدة هي الأساس، لما شهدنا كل هذا العراك الذي انتهى اليوم بمعركة حربية. ما زلت اليوم أنا في منزلي أسمع صوت الرصاص القريب وأنا في أم درمان. على أي حال، أنا أعتقد أن الأساس في هذا الموضوع هو الموقف من ثورة ديسمبر والموقف من الاتفاق الإطاري، ولذلك هنالك تفاصيل ستحكى لاحقا. الذين يحكون عن صباح اليوم كيف حصل هذا، خاصة وأن هنالك كثير من السياسيين إذا كان في الكتلة الديمقراطية أو الحرية والتغيير المركزي أو الجهات الخارجية اتصلت وتفاوضت وتحدثت مع الطرفين، وكانت هنالك إشارات وكانت هنالك إشارات جيدة بأن الأزمة في طريقها إلى الحل، ولكن في أو في الثامنة والنصف حصلت هذه الضربة وهذا الانهيار وهذه الكارثة التي لا يتمناها أحد من السودانيين أو لغير السودانيين، أن تحصل معركة بهذا الوضوح في قلب الخرطوم العاصمة وفي مراوي. أنا أقول مرة أخرى أن المعركة الحقيقية مقصود بها التحول الديمقراطي والموقف من يعني الإطاري. نعم أستاذ، تريد أن تقول أن أستاذ ستواصل تريد أن تقول أن هذا ما الذي وصفه عبد الفتاح البرهان بأنه منعطف خطير يصله السودان، تريد أن تقول هو شكل آخر؟ ما أفهمه يعني هو شكل آخر من أشكال الانقلابات على الديمقراطية السابقة. في كل مرة هناك شكل من أشكال الانقلابات يقوم بها الجيش، سواء في مواجهة داخلية بين أعضائه، سواء في مواجهة مباشرة مع المدنيين، سواء مثل ما قال ضيفنا الأستاذ عبد الله بدعم من المدنيين. يعني ما يجري الآن هو صورة من صور الانقلاب على المسار الديمقراطي. نعم، ولكن لابد من فحص هذا اليوم كيف حصل. أنا أعتقد أن السيد البرهان من نتائج هذا اليوم، إذا طال اليوم أو يومين أو لشهر، من أول نتائجه هو خروج السيد البرهان من المشهد.
هناك معلومات بأن السيد البرهان نفسه تفاجأ بهذا الهجوم على قوات الدعم السريع، وكان هناك صف آخر يريد أن يحسم قوات سيد شميتي على أساس أن هناك إشارات أيضا من الإسلاميين وأن يعود الأمر كله وتكون عسكريا وتكون أن يعلن عن انتخابات مبكرة. هذه كلها أمنيات وطموحات الإسلاميين بالعودة إلى المشهد السياسي. تردد السيد البرهان طوال هذه الفترة وتكرار الموقف أو الخطاب المثالي البعيد عن الواقع والذي فهمه الجميع على أساس أنه لا يريد الاتفاق الإطاري ويريد أن يستمر في الحكم كشخص وليس كمؤسسة، ولذلك الذي يأتي من نتائج هذا اليوم هو حسم السيد البرهان نفسه من داخل المؤسسة العسكرية، ولكن في نفس الاتجاه الآخر الذي لا يريده البرهان أن يستمر بالنسبة للاتفاق مع الإسلاميين. وأرد ملاحظة بأن كل الإسلاميين اليوم يقفون مع الجيش ضد الدعم ضد قوات طيب. الدعم السريع أستاذ صديق، ولكن لأسباب سياسية لغط الاتفاق الإطاري ولتجاوز الحرية والتغيير ولخلق حالة سياسية جديدة لا علاقة لها بثورة ديسمبر المجيدة، وهذا هو الذي ننتظره. ماذا ما الذي تنجم عنه هذه الضغطات العصيبة؟ أستاذ صديق دلاي عذرا، فيه تقطعات في الاتصال، سيحاول الزملاء في الكنترول إعادة الاتصال بك لعل يكون الصوت أوضح، لنتساءل بشأن أمر مهم في محورنا الثاني في هذه الحصة. أعود إليك أستاذ عبد الرحمن عبد الله للحديث عن فرص استكمال اتفاق نقل السلطة الموقع مع القوى المدنية. قرأه أستاذ صديق دلاي ضيفنا وقال أن الأمر يدخل في سياق انقلاب آخر وتبيان ما كان يعتبر سوء نية تجاه الاتجاه الديمقراطي أصبح الآن واضحا بعد هذه الاشتباكات، والتي ربما ستنتهي إلى أن يتفق عبد الفتاح مع حميدتي ويكون الضحية هو المسار الديمقراطي. ما رأيك؟ أنا ضد الفكرة القائلة أنه المسار الديمقراطي كان يعني في أفضل حالاته، وأنه ما حدث الآن هو انقلاب على المسار الديمقراطي. نعم يعني الاتفاق الإطاري. نعم. هل الصوت واضح؟ نعم واصل أستاذ. أنا في تقدير الاتفاق الإطاري شهد مشاكل كثيرة منذ اليوم الأول، وأهم مشكلة واجهت الاتفاق الديمقراطي أنه جزء كبير من مؤسسات الثورة أو من داعمي الثورة هم يقفون حجر عثرة أمام الاتفاق الديمقراطي. الضيف الكريم الخرطومي يدعي أنه الاتفاق الديمقراطي يمثل الثورة، وهذا شيء طبعا غريب، يعني كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. كثير جدا من شباب الثورة الآن هم في شوارع الخرطوم هم ضد الاتفاق الإطاري، وينظرون إلى الأحزاب والمكونات التي شاركت في الاتفاق الإطاري ينظرون إليها أنها تنظيمات خانت دماء الشهداء وخانت روح الثورة. طيب، ولكنه يبقى الأمل في الخروج من ما يعتبر تسمية ممارسة الجيش للسياسة. هذا هو سؤالي. صحيح. لماذا يمارس الجيش السياسة في دول في 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 الدول العربية فقط؟ تفضل. صحيح، يعني نحن من حيث المبدأ يعني كلنا نأمل أن يخرج الجيش من المشهد السياسي وأن ينتقل المشهد السياسي إلى السياسيين، ولكن يعني واحدة من الأشياء الغريبة في الاتفاق الإطاري نفسه أنه السياسيين يريدون أن تستمر حالة الطوارئ هذه أو حالة تستمر الاتفاق الإطاري مدة 10 سنوات، ويرفضون إجراء انتخابات. فأي ديمقراطية هذه؟ يعني أي ديمقراطية هذه التي تتحدث عن استمرار جهة ما واستيلائها على السلطة لمدة 10 سنوات، تحكم وتغير الدستور وتعين السفراء وتعين القضاء بدعوى إنها هي وريثة للثورة؟ وكما أسلفت لك يعني الثورة نفسها الآن أصبحت يعني متقطعة الأوصال. هذه واحدة. النقطة الثانية التي أريد أن أتحدث عنها إنه واحدة من أكبر المشاكل التي
لم يستطيع السياسيين في اتفاق إطاري التعاون معه هي مسألة الملف الأمني. ديفيد كاميرون وهو كبير الباحثين كان في الأتلانتيك كونسل في الولايات المتحدة كان لديه مقال جريء وجيد جدا، تحدث عن إنه هذه المماطلة في حسم الاتفاقيات العسكرية ومحاولة السياسيين الدفع بالتوقيع على الاتفاق الإطاري دون ما حسم الأشياء بصورة تفصيلية، هذه الحالة سوف تقود إلى انهيار الاتفاق الإطاري. وذكر هو بالنص، ذكر أنه إذا انهار الاتفاق الإطاري فإن الانهيار سوف يكون انهيار عسكري وانهيار بقوة السلاح، وكأنه كان يقرأ المشهد. وربما هو طبعا هناك من يتحدث أنه هو يعني ضابط سابق في CIA، ربما أنه لديه معلومات سابقة أو معلومات مخفية. وحتى لو لم يكن ضابطا، للتوضيح فقط لمشاهدينا، حتى لو لم يكن ضابطا فهؤلاء المؤلفين لديهم عادة ارتباط بوسائل الاتصال ووسائل إعلام ومخبرين، حتى أنهم يقومون بنفس عمل الاستخبارات يعني. نعم صحيح أحسنت. نعم، فلذلك انا في تقديري انه انا شخصيا يعني في تقديري انه الاتفاق الايطالي كان يمكن ان يشكل ارضيه جيده للانتقال السلمي وتجاوز هذه الازمه، ولكن كما اسلفت يعني القضيتين، القضيه الاولى هي مساله احتكار المشاركه في الاتفاق الايطالي ومحاوله يعني تصنيف الناس انه انت مع النظام القديم وانت ضد الثوره وانت مع الثوره. وطبعا لا يعني لا، ليس من المنطق ان يمتلك شخص او تنظيم او جهه ما صلاحيه انها هي التي تصحح وتحدد من الذي يشارك ومن الذي لا يشارك. هذه نقطه. النقطه الثانيه في تقديري للاسف الشديد البعض قاده الاتفاق الايطالي، بعض الاحزاب وتحديدا ياسر عرمان وهو معروف يعني هو من الصقور الذين نعم. كانوا من القريبين جدا من الراحل جون ديرينغ، هؤلاء يعني للأسف الشديد استطاعوا أن يغروا صدر حميتي ضد البرهان، واستطاعوا أن يسوقوا لحميتي أنه هو الذي يستطيع أن يكون رئيس السودان، وأن جيشه هو الذي ينبغي أن يكون الجيش الرسمي للسودان، وأعطوه كثير من الآمال في تقديره. وحميتي كما يعني معروف أنه هو بسيط التعليم وبسيط الدراية والخبرة السياسية، لذلك أنا استغربت جدا من ضيفك الكريم عندما تحدث عن ذكاء حميتي. يعني الذكاء يقتضي أن تقيم قوتك الحقيقية وتقيم أيضا موقفك في الإقليم وفي الخارطة الدولية. يعني كما ذكرت لك حميتي الآن هو يعني شخص مرفوض في الإقليم، مرفوض في الخارطة الإقليمية، ليست لديه أي مصداقية. ويعني أنا كمراقب وأعيش في الغرب يعني أطلع على كثير مما يدور ويكتب تكتبه الصحافة الغربية ومراكز الأبحاث الغربية، لا يكاد يمر شهر إلا وتصدر في واشنطن إما مقال أو تقرير يتحدث عن حميتي حادث سلبي جدا. فحميتي يعني ليس لديه مستقبل للأسف الشديد كسياسي. كان الأجدر بحميتي أن يعرف مقداره الحقيقي ويحتفظ بحلفه مع البرهان أو مع الجيش السوداني ويصبح جيش يعني جزء من الجيش السوداني، وحينئذ كان يمكنه أن يقدم شيء ما للدولة، ولكن في تقديري هو الطمع ليس أكثر من ذلك. طيب ابقى معنا أستاذ عبد الرحمن عبد الله، سأعود لأستاذنا صديق دلاي الذي هو معنا، وطبعا هذا وقت الإفطار في السودان دقائق ثم نتمنى لضيفنا إفطار شهي وتقبل الله صيامهم وقيامهم. أستاذ صديق دلاي، في محورنا الثالث في هذه الحصة نتحدث عن احتواء الأزمة مهما كانت. أنت قلت بأنها أزمة ديمقراطية وأن السلاح وأن تردد السلاح بين رأسي الجيش بين قوسين إذا صح التعبير في السودان ما هو إلا ارتدادات لخلافات سياسية سابقة وصلت بها العلاقة بين جناحي المكون العسكري في السودان الجيش والدعم السريع إلى مستوى غير مسبوق من التوتر. الآن ما هي فرص احتواء الأزمة؟ هل هناك اتصالات سياسية؟ طبعا الأزمة حديثة وجديدة، ولكن هل هناك اتصالات سياسية من داخل السودان بين رأسي مكوني الجيش في السودان؟ هل هناك ضغوط خارجية؟ تحدثت الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه المسألة وربما ستضع بثقلها لإنهائها. في مصر أيضا وفي الإمارات، كيف يقرأ الأستاذ صديق دلاي آفاق احتواء هذه الأزمة وتغليب لغة الحوار والعقل؟
نعم، قبل ذلك أريد التعليق بسيطا على حديث ضيفك الكريم حينما تحدث عن الصين حميتي وازمته الدولية. أنا أعتقد أن الجانب المهم في التعامل مع حميتي من جهة الحرية والتغيير المركزي أنهم أغنعوه بأن يتحول أن يكون سياسيا، وهذا انتصار كبير حتى للديمقراطية. ولذلك الإنجاز الحقيقي هو الحديث عسكري مثل السيد حميتي عن الديمقراطية وعن التحول الديمقراطي مهما كان ماضيه. هنالك جريمة في فض الاعتصام، وهنالك إشارات أو علامات ضده، ولابد أن يأتي هذا اليوم، ولابد أن تأتي هذه العدالة. من الذي يحقق هذه العدالة؟ ليس المكون العسكري وليس السيد حميتي، بل الحكومة، حكومة التحول الديمقراطي التي من خلال التوغير على الكفاك الانتقالي. هذه أنا أعتقد أن السيد حميتي ليس حالة سياسية راسخة في السودان، ولذلك ليس مطروحا أن يكون رئيسا للجمهورية في هذه مهما كان طموحه. والمصاعب التي طرحها في القرب هي حقيقية، لأنه عبارة عن قائد ميليشيا تكونت من رجم النظام البائد، وهذا ما ندفع ثمنه اليوم في جمهورية السودان وفي خلال التحول الديمقراطي وسورة ديسمبر المجيدة، أننا نستدرك كل هذه الأزمات العسكرية المرحلة من الانقاذ البائد. إن كانت أحلام السيد برهان أن يكون رئيسا للجبهة العسكرية، أو إن كان السيد حميتي من خلال أحلامه التي توسعت كثيرا، كل هذه الأمور والأزمات مرحلة ترحيلا واضحا من الانقاذ البائد ومن شموليتها. على أي حال، نحن الآن في الساعة 5:30 تقريبا وما زلنا نسمع صوت السلاح، وكان حديث السيد حميتي هو حديثا لا يشبه التهدية. وحينما سئل عن متى تنتهي الحرب قال لا أعرف. ونحن نفهم أن كل الأطراف الدولية الآن تتحدث حديثا مثاليا بدعواتها خاصة إلى العظم. ودائما الدول الخارجية في التعامل مع أزمة داخلية كما يحصل في السودان تبتعد عن الموضوع قليلا ثم تأتي. هناك بفعل ستظهر بعد قليل الولايات المتحدة والإمارات والسعودية، وكلهم سيساهمون في تهدية الأوضاع، ولكن هناك رغبة قوية من الجيش أن يحسم الدعم السريع خلال ساعات، وهناك رغبة قوية أو هي معركة يعني خطيرة بكونها المنتصر في مساء هذا اليوم أو بعد يوم أو يومين هو الذي سيحكم السودان. هذا هو الواضح والمنتصر في الموضوع. أستاذ صديق، حتى الآن مصير الاتفاق الإطاري مرتبط بقوة التدخل الأجنبي، ومرتبط بتصريحات الحرية والتغيير، ومرتبط أيضا برغبة قيادات الجيش أو رغبة السيد حميتي بعد الانتهاء من المعركة التي نتمنى أن تكون بسيطة، وأن يعود الأمن إلى حالته الطبيعية، وأن ندعم بسودان مستقر، وأن تكون هنالك روح العقل وروح الوطنية الحقيقية. ونحن لا نريد مزيدا من الدماء النازفة، ونحن لا نريد توترا إضافيا وقلقا إضافيا. الآن الخرطوم كلها تعيش في قلق وتوتر حقيقي. والآن لو تم نزع فتيل الأزمة تم إخفاؤنا من هذا الهلع والفزع. على أي حال، نحن في انتظار تطورات الموقف الدولي والموقف الجيران والذين يرعون الاتفاق الإطاري والذين
داسوا على الزناد صباح اليوم، هل بنيتهم إنهاء الحملة العسكرية ثم التوجه إلى الاتفاق الإطاري أم الإعلان عن حكومة نعم. عسكرية ستكون هي طيب. وجه آخر من وجه وجوه العزاء في هذا البلد الأمين. شكرا جزيلا لك أستاذ صديق دلاي، كنت معنا من السودان، رئيس تحرير صحيفة المستقبل، تقبل الله منا ومنكم، وطبعا حمل الله السودان وشعبها وحقنا الدماء في هذا المساء. أعود إليك الأستاذ عبد الرحمن عبد الله للحديث في نفس المسألة، ما هي قراءتك لاحتواء هذه الأزمة، سواء تعلق الأمر يعني تفاهمات داخلية أو باتصالات بين رأسي مكوني الجيش السوداني أو حتى بتدخل في قوى أجنبية على الأقل لحقن الدماء؟ أنا أتفق مع الضيف الكريم الخرطوم أنه البلاد لا تتحمل المزيد من الدماء. نعم. لذلك مهما كان الثمن يجب وقف نزيف الدماء. هذا الشيء يأتي عبر عدد من المحاور. المحور الأول في تقديري هو التدخل الخارجي أو الوساطة الخارجية، وهنا تأتي أهمية الدول المهمة في المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وهي لا شك يعني هي دولة مهمة جدا في المنطقة، مهمة عبر القوى المعنوية والقوى المادية التي تمثلها. أيضا هناك أيضا الشقيقة مصر، هناك حكومات الولايات المتحدة، الاتحاد الأفريقي. هذه الدول أنا في تقديري سوف نشهد تدخل خلال الساعات القليلة القادمة، وأتمنى أن طرفي الحوار ينصاعوا لصوت العقل ويتقبلوا حديث الإخوة في الخارج. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في تقديري سوف يتم حل أو سوف يتم إعلان حالة الطوارئ، وهناك بعض المعلومات التي سربت مؤخرا في السوشيال ميديا تتحدث عن أنه الرئيس البرهان أعلن حالة الطوارئ. هذا الشيء في تقديري سوف يعطل الاتفاق الإطاري قليلا، لا أقول سوف ينهيه ولكن سوف يعطله. نعم. لأنه سوف تكون الأولوية لاستقرار الأمر في المنطقة، وهذا الشيء سوف يؤجل الاتفاق الإطاري. ولكن أنا قبل أن أختم أريد أن أتحدث أو أشير إلى نقطة ذكرت الضيف الكريم. يعني الضيف الكريم الخرطوم عندما يتحدث عن أنه الحرية والتغيير استطاعت أن تغير منهج حميتي وتقنعه بالعمل السلمي وتقنعه بأن يتحول إلى حزب سياسي، هذا الشيء في تقديري يعني لا هذه مسألة لا يتصورها عقل طفل صغير. يعني أنت تتحدث عن شخص لديه أكثر من 100,000 عسكري ولديه مدرعات ولديه آليات ثقيلة، وإضافة إلى ذلك تحدث عن شخص ذكرت بلومبرغ أنه يمتلك أكثر من 500 مليار دولار، نصف تريليون دولار. كويس، كل هذه في شخص واحد. فهل العملية السياسية في يعني كل قادة ومفكري الفكر السياسي يتحدثون أنه الدولة هي الجهة التي تحتكر العنف المنظم؟ طيب. الآن العنف المنظم في السودان غير محتكر من الدولة. أستاذنا عذرا على المقاطعة، أستاذ محمد، أستاذ عبد الرحمن عبد الله، شكرا جزيلا لك على كونك معنا، انتهى وقت حصتنا. شكرا لكم مشاهدينا في كل مكان وإلى اللقاء.